هاي الطفلة اللي عم بقولوا عليها طفلة، تمام؟ أنا أكثر واحد كنت بحترمه وحاطه بعيوني، تمام؟ وأنا ما بلومها، قلت لكم بلومها للرخيصة الكبيرة. حبايبي كيفكم؟ شو أخباركم؟ حبايبي الكل عم يستنى ردي على هالوسخة. هذا الزلمة الوسخ طلع من ألمانيا هريبة. من قبل أشهر كنا عم نشوف علاقة صداقة جد وطيدة تجمع بين بيسان إسماعيل ومحمد جواني من خلال طرحهم لفيديوهات لإلهم واللي كانت عبارة عن مقالب وتحديات ويوميات على قنواتهم على يوتيوب، إلا أنها الصداقة تغيرت لعداوة بالأشهر القليلة الماضية. فمن بعد ما اكتشف الجمهور أنهم عاملين أنفولوا لبعض، استنتج بعد أيام أن صداقتهم انتهت. وفاجأ جواني المتابعين بتنزيله لفيديو قبل أيام تحضيرا لأغنيته الجديدة جوتشي، واللي وجه فيها جواني كلمات لبيسان إسماعيل. لك مرحبا، كل همه كتير مصاري، مالي فاهم قصته، رنت التليفون وقام رجعت دقت لي أخته، ما عاد همنا ذيك طلع مع صندق على اثنيناتكم، بيعكم اثنيناتكم عليكم بزق. فبعد تنزيله للفيديو كليب انقلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب، واجا الرد من عائلة بيسان بفيديو على يوتيوب اجاب فيه زوج خالة بيسان اسماعيل ولأول مرة، واشار الى انه بيمثل ابوها بغيابه ورح يتولى الدفاع عنها، وتحدث عن بعض النقاط اللي ما سمعها الجمهور من قبل، واشار الى مجموعة من الاتهامات الخطيرة اللي من بينها قضية الفيديوهات اللي انتشرت لشبيهة بيسان الأجنبية وقضايا تانية بألمانيا، وعامل لي حالك معك جنسية تركية وإقامة دائمة بدبي، لأنه بيسان بدبي صار عندك إقامة دائمة بدبي، سبحان الله، وعامل لي حالك معك إقامة دائمة بألمانيا. هذا الزلم الوسخ طلع من ألمانيا هريبة، وكأنك زلمة تعال على ألمانيا، لأنه هذا الزلمة عليه دعوة قضائية ومحكومة 3 سنين غيابيا، هجموا على بيوت، سرقوا، ما بعرف مخدرات، حشيش، ما بعرف، الله أعلم، هرب من ألمانيا بعد ما طلع على هولندا، ومن هولندا طلع على على تركيا. هذا حبايب انكمش هو ورفقاته، طبعا بعد ما كان لعبان بمخهم، ما بعرف شو عامل معهم، خلاهم يتهجموا على بيوت، يسرقوا، يعملوا كذا كذا، اختار هذا الوقت بالتحديد لحتى يسبها لهاي المخلوقة لبيسان. فبعد كل هذا نزل جواني فيديو ثاني بعنوان جواني ما بيتهدد كشف المستور، واللي كان جواب على فيديو عائلة بيسان اسماعيل. فاكتشف الجمهور انه جواني ما رد على كل الاتهامات، ليرجع جواني ينزل فيديو ثاني بعنوان هل جواني هرب من ألمانيا، واجاب على اتهامات عائلة بيسان. انتوا علقتوا مع عقل كردي، ما حد حدا يخلص مني، انا اليوم يا انا يا انتو هذا المجال، انا صاحب حق وانتو عم تغطوا معي كثير. اوكي، امبارح انت يا قليل الشرف جبت سيرة اختي، سبيت عليهم انه اختي عمرها 14 سنة، تمام؟ وانا ما راح اسبك بشرفك ولا راح اجيب لك سيرة اختك، رغم انه انا لحد الان ما طلعت مرتي بالفيزيون وجبت عليها مشاهدات، ولا طلعت بنتي بالمشفى وجبت عليها مشاهدات. فبما انه على اجواني مع خالد وصفا من قبل سنتين، احست صفا باحساس بيسان بهالوقت الحالي، ففتحت بث مباشر على يوتيوب دفاعا عن بيسان، وتحكي فيه عن الموضوع والمشكلة اللي صارت بينها وبين اجواني قبل سنتين. انا حذكر اسمه لانه انسان اقل من انه ينذكر اسمه، يلي عم يتنمر على البنت، عم يتنمر على بيسان. انا يمكن اكثر حدا بيعرف شو هي عم تحس هلا وبشو عم تمر، لانه هذا نفس الشخص عمل فينا نفس الشيء انا وخالد قبل كنا من سنتين، سو نفس الشيء، يعني مثل اللزقه، وانسان ما عنده شيء الا بيحكي بالشرف. يعني أنا ما فهمت في إنسان هالقد بيحكي بالشرف إلا إذا ما عنده شرف، مو مخلي شيء وبيطلع، يعني بيترك ابن بلده بينطل لابن بلده الثاني. يعني أنا اللي بدي أفهمه، معقول في هيك ناس بهالتفكير؟ معقول يعني ما خلص وقتها دبقنا وعلقنا
وما قدرنا نرد عليه لسببين. ليرجع جواني وينزل ستوري ثاني على انستغرام ردا على صفا. فبعد ما وصلت ستوريهات جواني لخالد، شارك خالد صورة لمحادثته مع جواني واللي طلب فيها جواني الاعتذار من خالد، وعلق خالد بمجموعة من الستوريهات: هذا المسج وصلني من الشخص اللي اسمه محمد جواني خلال فترة شهر رمضان المبارك، وبصراحة في كلام بقلبي ما كنت عارفان إذا رح طالعه ولا ما رح طالعه، وكلام عم بيوجعني. يعني محمد جواني خلال فترة زواجنا أنا وصفا نزل غنية على اليوتيوب ومسخرة وحاول أنه يمس بشرفي. هذا الشيء ألمني كتير وخلى جواتي بركان. بس تعرفوا لما يكون كل الألم موجود جواتكم بس ما بدكم تردوا حتى ما تعطوا اعتبار لأشخاص ما بتسوى، هيك صار فيني وصار بصفا. عم رد اليوم على الشيء اللي عمله جواني من سنتين، لأنه أولاً عم يصلني مسجات من متابعيني على الشيء اللي عم يحكي عن صفا، عن بيسان، عن هالقصص هاي. الشغلة الثانية أنه هو شغل الغنية لنفسها اللي عملها من سنتين وحاول يمس بشرفي فيها. فبعد ساعات قليلة شارك اليوتيوبر مرسال فيديو على يوتيوب يظهر فيه مكالمة خلافه مع عائلة بيسان إسماعيل، وكان موضوع المكالمة قضية سرقة جواني لبيت مرسال. طلعي اول شيء تروحي على المحكمه. قبل ما تروحي على المحكمه انا ما بدي اقلل ادب معك، لانه انا امي عرفت تربيني وانا لهلا ساكت. اول شيء احترم حالك، هي واحد. انا بيتم معك بس انا محترم حالي. ليك يا جماعه ليك هن يردوا علي بطريقه بشعه، وانا اساسا انتم مثل ما سمعتوا هون عم بتقلي قال هي ساعدتني وهي وقفت معي، لكن نسيتي وقت اللي انا جيتي لعندي 18 ساعه طريق بالقطارات. طلعي انا ما بحب اغلط بمره كبيره. انت 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 المشكله اللي كاسر لي ظهري وايدي انه انت مره عم تحكي هذا الحكي. انا لو زلمه عم يحكي هذا الحكي كان صار تصرف غير ثاني. انا ما راح اغلط فيكي لانه انا انسان عندي تربية. ولحد الآن اختارت بيسان إسماعيل عدم الرد على الموضوع، فشاركت مجموعة من المشاركات عبر ستوري انستغرام للناس اللي دافعت عنها ووقفت جنبها بهالظروف. هل تنتظرون الرد من بيسان إسماعيل؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات.